السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم وحلقه جديده من داخل كازاخستان. في الحلقه هتكلم فيها عن الوظيفه وعن الراتب بتاع الوظيفه. في نهايه الفيديو هتكلم فيها عن ايه هي متطلبات العمل في كازاخستان وايه هي الشروط عشان تشتغل الوظيفه ديت في كازاخستان. فخلينا نبدا على بركه الله الفيديو. عامل البنا في كازاخستان بياخد 371 دولار. بالنسبة للسباك اللي بيشتغل في كازاخستان بياخد 355 دولار. وبالنسبة لوظيفة مشغل رفعة بياخد 583 دولار. عامل الصيانة في كازاخستان بياخد 339 دولار. أما عن اللحام في كازاخستان، فاللحام في كازاخستان بياخد 518 دولار. بالنسبة للنقاش أو الدهان بياخد 379 دولار. وراتب الكهرباء في كازاخستان بياخد 514 دولار. عامل ترتيب السخانات بياخد 335 دولار. ميكانيك السيارات بياخد 550 دولار في كازاخستان. واللي بيشتغل عامل في محطة الوقود بياخد 294 دولار. واللي بيغسل العربيات بياخد 408 دولار. أما بالنسبة للبائع في السوبر ماركت بياخد 216 دولار. بالنسبة للشروط ومتطلبات العمل للحصول على الوظيفة، بالنسبة لمستوى التعليم لازم يكون شهادة جامعية. تاني حاجة لازم يكون شهادة اعتماد موثقة للبلد بتاعه. وتالت حاجة لازم يكون بيجيد الحاسب الآلي. ورابع حاجة لازم يكون بيتكلم إحدى اللغتين، الكازاخية أو الروسية، مع معرفة لغة تانية غير اللغة الروسية أو الكازاخية. يعني لازم يكون بيعرف إنجليزي على الأقل مع اللغات دي. ولازم يكون مع رخص السواقة ويكون عنده خبرة في العمل. وبالنسبة لأوقات العمل بيشتغل 8 ساعات في اليوم بمعدل 40 ساعة في الأسبوع ويومين راحة كل أسبوع، أو بيشتغل يومين كل يوم فيهم 12 ساعة وبياخد يومين أجازة على حسب وضع الشركة. كل أسعار الرواتب اللي أنا قلتها في الفيديو ده قبل خصم الضرايب من المرتب. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة. ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي اقتراح لحلقة جديدة ياريت تسيبها لي في تعليق. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من داخل كازاخستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.